أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. الفنانة لولا الملة، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. في أدائها خليط بين القديرة حياة الفهد والممثلة المصرية عبلة كامل، فمن تابع المسيرة الفنية للممثلة الكويتية لولا الملة والتي لا تتعدى بضع سنوات. يدرك تماماً أن هذه الشابة ممثلة مجتهدة تتقمص الشخصية بشكل مدروس، تشعر بأنها تحب التمثيل من كل قلبها. الاسم لولا الملة. تاريخ ميلادها 19 من شهر أبريل عام 1988 ميلادي. عمرها 32 عاماً في عام 2020. جنسيتها كويتية. برجها الفلكي هو برج الحمل. بدأت لولا الملة مشوارها الفني مع مجموعة شنو يعني من خلال مشاركاتها في عدد من الاستكشافات الدرامية التي كانت تعرض على قناتهم الخاصة عبر اليوتيوب، ثم انتقلت إلى مؤسسة لوياك وانخرطت في أنشطتهم المسرحية والإبداعية. بعدها بناءً على ترشيح من أحد الأصدقاء، حصلت لولا الملة على فرصة تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصال الكويتية زين، والتي عرض على كثير من القنوات الكويتية والعربية. أما الشهرة فكانت من نصيبها من خلال كلمة نزاكة التي اشتهرت بها من خلال إعلان تلفزيوني رافقها في مسيرتها باتجاه الفن لفترة طويلة. فتحت لها أبواب الحظ عندما توجهت نحو الدراما التلفزيونية عام 2015 ميلادي من خلال مسلسل أمنا رويحة الجنة. وأثناء الإعداد للمسلسل تلقت اتصالاً من الممثلة الكويتية سعاد عبد الله ترشحها للمشاركة فيه، وقامت بدور نوف. شددت لولا الملة على أهمية الفرصة التي منحتها إياها سعاد عبد الله، ووصفتها في تصريح صحفي أنها فرصة العمر. وقالت: بعد مجموعة من التجارب في مجال الإعلان التلفزيوني بدأت في عام 2014 ميلادي، تلقيت في بداية عام 2015 اتصالاً أعتقد أنه الأهم في حياتي حتى اللحظة هذه، وكانت المتحدثة من الطرف الآخر النجمة القديرة سعاد عبد الله، والتي منحتني فرصة العمر بتقديم أول أعمالي الدرامية التلفزيونية من خلال مسلسل أمنا رويحة الجنة الذي حقق أعلى نسب مشاهدة خلال الدورة الرمضانية. وأضافت لولا الملة: سأظل أتذكر دائما تلك الفرصة التي قدمتها لي النجمة القديرة سعاد عبد الله وعلى طبق من ذهب، لأنها اختصرت لي كثيرا من الوقت وقدمتني للجمهور الحبيب بأفضل صورة. في عام 2016 ميلادي شاركت بعملين وهما مسلسل نوايا مع سعاد عبد الله وبيعة النخي مع الممثلة الكويتية حياة الفهد. وفي عام 2019 شاركت في مسلسلين هما مسلسل عذراء ومسلسل دفعة القاهرة،
وها هي تشارك في عام 2020 في مسلسل دفعة بيروت. لولا الملة وتأخر الزواج. علقت لولا الملة على تأخر زواجها، حيث قالت: أنا لست متزوجة حتى لا تطول السالفة، رديت على هذا السؤال. وأكملت قائلة: والحين ألاقي الإنسان الصح والإسطوانة هادي، لكن متى تتزوج لولا؟ عندما أشعر أنني مستعدة أن أنتقل من حياة لحياة أخرى. الحياة الزوجية ليست سهلة، الموضوع تخطيط وبني آدم حعيش معي آخر عمري، ولازم نكون متفاهمين، معبرة عن ضيقها من تكرار السؤال عليها. وأشارت لولا إلى أن والدتها أكثر امرأة تعرضت للظلم، حيث انفصلت عن أبيها عندما كانت بعمر العامين. ومن وقتها لم تتزوج، وفرغت حياتها لها ولأخيها أحمد حتى اليوم، ولم تفكر في نفسها وفكرت في طفليها. وعن خسارتها لوزنها تحدثت لولا أنها فقدت 20 كيلوغرام من وزنها، موضحة أنها كانت فترة متروسة وليست سمينة. وأوضحت أن إنقاص وزنها لم يكن من خلال عملية تكميم، ولكن من خلال نوع من الدواء استمرت عليه شهر، إلا أنها لا ترغب في قول اسم هذا الدواء لأنه لا يناسب أي شخص. ويذكر أن زوجة والدها ساهمت في تربيتها، وبسببها تعلمت اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن زوجة والدها فلبينية الجنسية. أما عن سبب ابتعادها عن عائلتها ومقاطعتها لشقيقاتها بعد وفاة والدها، ردت لولا الملة بقولها التالي: ما أدري، ما في تواصل، وما صار لنا سنين صراحة ما تقبلنا، وبصراحة آخر مرة شفتهم عقب وفاة أبوي بفترة قصيرة، وبعدها ما شفتهم مرة تانية. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2017 ميلادي مقطع فيديو للولا تروي فيه تفاصيل وفاة والدها أثناء أدائه للصلاة خلال قيامهم بمراسم العمرة. وصدمت لولا المتابعين بطريقة روايتها لما حدث، إذ لم يبت عليها التأثر، كما فاجأت مقدم البرنامج بقيامها بذلك وهي تضحك. ولدى سؤاله لها عن سبب ذلك قالت: شر البلية ما يضحك. شكرا لكم على المشاهدة، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.